أهلا أنا كرام، السلام عليكم. نسخة الأستاذ برج جديدي نسخة بواجهة تطبيق تقريبا جديدة، وفي أحيانا صعوبات بالبدء بهذه النسخة بالواجهة الجديدة، لذلك راح نشرح الواجهة بالأستاذ ونشرح عن الأوامر الموجودة فيها وين بنلاقيها باعتبارها بتختلف عن الاستاد برو فيرجن 8. طبعا استاد برو كونكشن هي الفيرجن 22.15 الموجودة حاليا عندي. أول ما تفتح معك القائمة في عندك الأوبن، يا الملفات الموجودة عندك اللي فاتحة سابقا، أو بتاخد سامبل موديل أو فيريفيكيشن موديل أو أوبن أذر موديل فروم يور سبيسيفايد بروسر أو براوسر. اللون الأخضر اللي شايفينه بالنسخة هاي ممكن نغيره من الكونفيجريشن قبل ما نعمل أي شيء. ناخد كونفيجريشن بيطلع لنا ننزل على البيرسونال أبليكيشن، الواجهة الأساسية أبيض اللي راح تشتغل فيها الانفايرمنت تبع الأستاذ أو تبع القوائم، تختار اللون اللي بدك إياه، يا الكولرفول هو اللون الأحمر، يا البلو، يا الجرين، يا البيربل، يا الريد. فرضا نختار البلو ونقول له اوكي. اذا لاحظوا معي صار اللون الاخضر الازرق. اذا رجعنا اخترنا الكلر فلو اوكي صار عندي اللون الاحمر تقريبا. اذا الكونفيجريشن نرجع، اذا اخترنا دي جرين او البربل بتلاحظ اللون راح يتغير للبربل. راح نختار اللون الاخضر نقول له اوكي، ونفتح بس ملف من هالملفات اللي كنا شغالين عليها بس لنشوف الاوامر. عفوا القوائم فيها تعديل بسيط مثل ما انا شايف فايل قائد جيومتري. الجيومتري فيها الستراكشر ويزارد، وفيها عندك بتعمل كوبي، بتعمل الميرور، الاوامر اللي كنا متعودين عليها بالفيرجن القديمة، ولكن أماكنها بتختلف. إذا الجيومتري بتاخذ للاستراكشر، للنود، للبيم، للبليت، للسوليد، وعندك الأوامر اللي بتتعلق بكل ايتم. مثلا للبيم، هاد بيم بتضيف بيم، بتضيف بيم بين نقطتين، هاي هاد بيم ضفنا بيم. إذا بدك تنسخ البيم ممكن نعمل سيليكشن للبيم من امر سيليكت او رأسا، اذا بنعمل اي عملية على العنصر بنختار الاليمنت اللي هو الممبر، واذا بدك تعمل له كونكت اذا في اثنين عنصر كونكت، اذا بدك تعمل له ميرج للاثنين عناصر، بدك تعمل له كوبي ناخده من الستركتر بتعمله ترانزليشن مثلا على الواي 5 1 3 اللي هو راح نجسمه عملية 3 عناصر. راح نرجع به الأمر من ريتير. إذا البيم، البليت، السوليد والأوامر المتعلقة فيها من الجيومتري. الفيو بيعطيني الفيو للمنشأ اللي عندي من أي جهة بدي اياها او اعرفيها. عندك الايزومتريك فيو، توب فيو، فرونت فيو، ليفت فيو، رايت فيو، باتم فيو، وباك فيو. وعندي هون الديسبلاي لهول ستراكشر، وعندي الزوم ويندو والزوم اوتوماتيك بالتولز الموجودة تحت قائمة فيو. وعندي هون الدوران يمين يسار فوق تحت حول المركز. بريفيوز ايضا عندي هون الاوبجكت سيلكشن، مثلا بدي اختار بعض العناصر، بدي اشوف فقط هذه العناصر واخفي كامل المنشأ، بقول له سيلكتد بيعطيني فقط السيلكتد. اذا بدي ارجع للديسبلاي هول ستراكشر برجع للديسبلاي هول ستراكشر وبطلع معي. ممكن اختار هيك، طالما اسا على السلكت مفعله برجع بضغط عليها برجع للأمر اللي قبله.
طبعا النوافذ إذا بتحب تشوفها شوف كيف كذا كات أو هوريزونتال أو فيرتيكال حسب ما بتحدد أنت، بتحدد النوافذ اللي عم تشتغل عليها كيف بتحب تشوفها وبتريحك بالعمل. السلكت عندنا هون، السلكت بتختار اما النود او البيمز او البليت كرسر او السوليد كرسر. عندي طالما المنشأ هون بيم فعندنا اختيار البيمات، طبعا البيمات هون سلكت، والامر اللي بدك اياها بيطلع عندك بعدها مثل ما تختار البيمات بيطلع. لاحظ عندي بيم تولز، تروح على البيم تولز بيطلع عندك الاوامر المتعلقة بالبيم شو بامكانك تشتغل عليهم، من ميرج من سبليت من اد ممبر، كله بهالقوائم الموجودة عنا تحت البيم تولز. واذا بدك تعمل ريندر كمان 3D ريندر موجود، تكون عملت للجزء اللي انت بختاره. اذا اخترت كامل المنشأ بترجع البيم تولز بتطلع معك 3D، بيطلع لكامل ريندر لكامل المنشأ. إذن أخذنا السلكت والفيو، السلكشن هون بنرجع كمان على السلكشن، في عندي الجيومتري بختار لك برر التقينا مستوي، بتختار من الصفر ل 100 مثلا، بختار لك المستوي اكس زد من الصفر ل 100. طبعا سلكت اول، اختار كل العناصر، انفرس سلكشن للنود نفس الشيء، الاختيارات من نود وللسبورت، للبيمز نفس الشيء بالاختيارات، اما تختار مثلا برر الواي، لاحظ اختار كل العناصر اللي موازي للواي، اذا اخذنا برر تو اكس ايضا اختار تبع العناصر اللي موازي لاكس، بنرجع مشان تكون واضحة، لاحظوا معي، اذا الهوريزونتال هذا المحور اكس، فبالتالي العناصر الموازي لاكس، ممكن نختار العناصر الموازي لواي، اختار العناصر الموازي لواي. العناصر المائلة ولو كانت موازية لواي ما بيختارها البرنامج، فقط الهوريزونتال والفيرتيكال. طبعا ممكن هون نختار اول بيم، اختار لك اول بيم، واذا لست تختار انت اي عناصر بدك تختارها بتلاقي لحظا مباشرة عمل هايلايت للعناصر اللي اخترتها، شلنا الهايلايت نروح عناصر تانيين، عمل لك هايلايت الى، ممكن تقول له اوكي وتختار العناصر. نفس الشيء اذا عندك بليتات بتختار هاي البليتات، بنقول له برر تو اكس واي زد، في عندي هون بليتات برر تو اكس واي زد واختارها، او بتقول له اول بليت، لاحظ معي اول بليت هذا التوب روف مثلنا بليتات، فمختار كل البليتات. اذا هاي بالسلكشن عندي السبيسيفيكيشن، هون بدنا نعطي الخواص العناصر للمنشأ اللي عندي، إما من البطم الموجود بالقائمة العلوية أو من نظام، حسب النظام الأول ممكن أحدد أقول له define، أختار العنصر إذا كان خرساني أختار المقطع الأول أعمل له assign، أو أروح للسكشن داتابيز أختار السكشن حسب الكود اللي عندي واعمل له assign و sickness، بختار sickness البليت وبعمل assign الماتيريال من هون. اليوزر تيبل اذا عندي انا تيبل صنعته انا خارج الاستاد، ممكن باليوزر تيبل نضيفه ونعمل له assign لكأي عنصر موجود عنا. اذا هذا selection للنود السبيسيفيكيشن، اذا للعناصر، لا في عندي سبيسيفيكيشن كمان بتعطيك النود شو بدك تقول، النود ماستر سلاف اد ماستر سليف سبيسيفيكيشن ديليت ماستر سليف سبيسيفيكيشن، البيم شو خواص البيم، زاويته دوران بيت انجل، لاحظ مجرد ما تحط عليه بيعطيك شو هي البيت انجل، بيشرح لنا باللغة الانجليزية، البيم ريفرنس بيم، الكيبل عنصر compression only أو tension only، عنصر truss بيتحمل ضغط وشد فقط،
imperfection، عنصر في عندي عناصر في سوء مصنعي، الكراكت بروبرتي، الريليز من الطرفين نهايته وبداية العنصر إذا بيعطيك إياه. طبعا هل الأوامر كلها اشتغلتوها على النسخة القديمة، لكن نحن هون عم نبين وين موجودة لسهولة التعامل مع هذه النسخة. هون عندنا البليت كمان، بليت ريفرنس بوينت ريليز، ممكن نحرر البليت عزوم فيها مثلا، العقدة هاي بتحرر فيها قوى، بتحرر فيها عزوم دورانات. وعندك إجنور بليت روتيشن، إجنور ستيفنس إذا ما بدك يصمم لك إياها وياخدها وتنزلها. إذن هون عندي أيضا السبورتس، عندي أنواع السبورت كلياتهم، الفيكس، البند، الكاستم، هذا كله تحت إيش؟ تحت السبيسيفيكيشن. وفي عندي السكشن ويزارد والسكشن داتابيز، هون ممكن أنا أشكل مقاطع اللي بدي إياها وأنزلها ضمن برنامج استاد. إذا ما كان إذا عندي المقاطع هون غير نظامية بشكلها من السكشن ويزارد والسكشن داتابيز. بنروح للودينج، اللودينج بنفس الموضوع، إما مثل ما أنا ملاحظين بالأعلى من القائمة هون بحدد اللود كلياتها، برايمري لود، كومبينيشن لود، ريفرنس لود، لود ايتم، لود جنريشن، برايمري لود تايب، والاوتوميشن كومبينيشن، وفي عندك الويند والسنو والسيسميك والدايركت اناليسيس بارامتر والفيهيكلز والبوش اوفر، وفي عندي التايم هيستوري، وفي عندي الموديل دامبينج، وفي عندي هون الحمولات اللي بتبين معي هون فيو لودينج. اذا حطينا فيو لودينج بينت اللود اللي مختاره هون، لو جيت على لود ثاني بتبين اللود الثاني، لو اللود الثالثه بيعطيني الثالثه، الرابعه بيعطيني الرابعه، وهكذا كل لود بيعطيني حمولته وشكلها ليظهرها. اذا ما بدنا يظهرها فقط نضغط الفيو بتكون معلمه او فيد، بس بضغط عليها بيروح التظليل تبعها وبتختفي الحمولات. اذا الحمولات اما من الاعلى او بنفس الطريقه السابقه من هون، بعرف بالديفينيشنز اذا عندي اي حموله ثلج او تايم هيستوري او سنو او ريفرنس لود او سيسميك ديفينيشنز او بوش اوفر او دايركت اناليسيس ديفينيشنز او ستارتنج لود ديفينيشنز من هون، او من القائمة اللي بتعطيني load cases وبضيف حمولات جديدة وبضيف لها اللود الموجودة عليها قيمة اللود بالآد، وبعدين بعمل assign لكل عنصر موجود. إذا هاي اللود، إذا عرفنا منين تجي الـ analysis and design، خلاص analysis and design نفس الطريقة، عندي analysis command، عندي الـ pre analysis command، عندي الـ post analysis كوماند، عندي الميسيلينس كومنتس، وفي اللود ليست، وفي عندي الرن اناليسز، وفي هون شو بدي اصمم، هو عباره عن ستيل، كونكريت، الومنيوم، والا تمبر، التمبر هو الوود، بختار نوعي وبقول له اناليسز، او بختار ديزاين من هون الكوماند. ايضا برجع لنفس القائمه بعد ما اخترت اناليسز، في عندي سيلكت بارامتر وديفاين بارامتر وكوماند بارامتر، وكله مختار هذا. طبعا مثال لاني عندنا نعمل analysis لأن في شوية أوامر راح نرجع نشوفها. run analysis بعد ما اخترنا كل شيء. طبعا نحن عم نشرح هذا فقط لنعرف الأوامر وين موجودة في برنامج استاد برو كونكت إديشن. ولا طولنا عليكم معليش، بس مشان تصير الامور سهله، وممكن نعمل بعدين مثال بسيط كيف نعمل تشكيل المنشأ. بعمل analysis، في عندنا حمولات كثير، وترقيم العناصر ما كان مرتب، لذلك الاستاد او اي برنامج بياخذ وقت احيانا بعمليه التحليل بسبب كثر الحمولات عندك، و عفوا عدم الانتظام بترقيم العناصر وترتيب الاليمنت او الاستراكشر. خلينا نقول اذا
عندي zero error، عندي zero warning، عندي notes، كله done. الآن بدي أشوف العناصر الفيل عندي، بروح لسلكت، بسلكت بروح على R attributes من الممبر نيم، هاي كتير مهم هالأمر. إذا select attributes property name، بضغط عليها تنفتح عندي نافذة أو قائمة، بختار بقاني الريليز باي بروبرتي، الريليز التراست، الكيبل، الاوفسيت، انكتيف ممبر، فيلد ممبر، بيمز، تنشن اونلي، كومبريشن اونلي، حسب المنشأ اللي عندك وشو انت حابب تشوف. نحن خلينا نقول الفيلد ممبر، ما عندنا فيلد ممبر والامور كلها اوكي. اذا واحيانا بختار من الميسنج بروبرتي، هاي بالمرحله الاولى. اذا في عندك مثلا عناصر مانك مسمية او مانك عاطية خواصة، تختار missing property، بيطلع عندك missing property. بس هون عندنا no intent was missing property is found، ما لاني عاطين الخواص لك المقاطع، لكن الاتريبيوت هون بيطلع عندك. طبعا هاد بشكل سريع وملخص، وممكن نحن نرجع للقوام اللي أخذناها فوق، ممكن ناخذها من تحت. لاحظوا معي بالجيومتري عندك بيطلع النود والبيم، البروبرتي بيطلع عندك، الخصائص، الماتيريال بيطلع نوع الماتيريال، السبيسيفيكيشن نفس الشيء عندك للبيم للبليت، مثل بطريقة مشابهة خلينا نقول للفيرجن القديم. السبورت موجود عندك، جريت سبورت مثل ما قلنا، اما من هالنوافذ اللي على اليمين او من الاعلى ممكن اشكل سبورت واعمل اساين للمنبر. ممكن لللودينج نفس الوضع، برجع بشكل لودينج من لود كيسينج، والاناليسز نفس الوضع، بختار ديفاين اناليسز اللي بدك اياه، سواء بيرفورم اناليسز بدلتا اناليسز حسب المنشأ وحسب طريقة التصميم اللي شغال عليها انت. طبعا الديزاين بالاخير، تختار الكود ايضا، تختار الكود، تختار البارامتر والديفاين بارامتر والكوماند، بتعمل اساين للايمنت وبتعمل رن. عندنا هون على اليسار القائمة هاي او الورك فلو، عندنا بالحقيقة هون طريقتين لتعريف المنشأ ورسم المنشأ، اما طريقة الاناليتيكال موديلينج او الفيزيكال موديلينج. الفيزيكال موديلينج ممكن نشرح عنها بعدين، لكن هي بتفتح قائمة جديدة، طبعا لازم يكون تبلش فيها من بداية الملف. مربوطة هاي مع البي ام اي، خاصة الموضة الحديثة البرامج وربطها مع البي اي ام. نجي هون البايبنج، اذا في عندك تصميم بايبنج واذا في عندك روف ديك بيشتغل عليه. البوست بروسيسنج هون بيشوف النتائج، خلينا نشوف. مجرد ما نختار نحن البوست بروسيسنج بطلع عندي انا هون رأس الريزلت، وعندي بيعطيك القوى، بيعطيك العزوم، بيعطيك جهادات للبيمات. لاحظوا معي بيعطيك التريس، تختار انت الستريس اللي بدك اياه، ام واي ام اكس، وبيطلع معك الجهادات للبليتات. طبعا لان اخترنا بليت ستريس نحن. الرياكشن بيطلع مباشرة، الرياكشن بطلع عندك، البيم ريزلت بطلع عندك، بطلع عندك البليت ريزلت، السوليد، الديناميك، الريبورتس، طبعا كلها حسب ما انت شغال وعم تصمم منشأك، الديسبليسمنت. في عندي كتير شغلة جميلة جدا جدا ب الاستاد، واللي دخلوا برنامج ضمن الاستاد هو عبارة عن ستيل اوتو درافتر، اللي بيعطيك مخططاتك الحديدية
الستيل. هي ستيل اوتو درافتر، هاي بده درس لحاله. في عندي الكونكشن ديزاين والكونكريت ديزاين، هذا بيعطيك كمان انا بعتبره هذا الثورة بعالم الاستاد. في عندك الادفانس ديزاين كونكريت والادفانس لاب ديزاين والارثكويك، هذا الكود الاوروبي استعمله فعلوه. بشكل عام هاد الواجهة الجديدة للاستاد، واتمنى يكون فيها الفائدة وتكون بداية دخول الزملاء للفيرجن الجديدة من استاد. ممكن نعمل بفيديو آخر مشان ما نطول عليكم وتملوا، نعمل مثال ونشوف كيف نشتغل بالواجهة الجديدة بتشكيل المنشآت، الموديلنج للمنشأ وتصميمه. السلام عليكم ورحمة الله.